حضرت تسجيلات الأفراح لصاحبها المرحوم أبو سعد محمد الجنابي وأرى أبيه في هذه الأمسية، وضيف من محافظة البصرة صاحب التسجيلات رحيم العبودي مشكورا، ويشرف على الحفل الأخ نوري. في هذه الأمسية نتمنى لكم وقتا سعيدا ممتعا مع مطربنا فؤاد جميل. جمال اسمع يا حبيبي كلمة وانت بحالاتك شعير شعير وبمشيتك نغمة وبمشيتك نغمة يا حج صيب جميل تعيش وانت تغني بمناسبة ختام جاسم ابن عجم صيف.
امشي على رياض القلب يا رحيم العبودي، امشي على رياض القلب يا الزحمة ساك رحمة بالفين من القلب ليلين وصواب يا نوالي يا ويلي. امشي على رياض القلوب القلوب يا فاضل يا ابو عباس، امشي على رياض القلوب يا الزحمتك رحمة الله الفين من القلوب. اخ يا نوري الله الفين من القلوب ليلين يا حج ابراهيم الله اكبر وابين. لو تحكي لو تبتسم، ترى لو تحكي لو تبتسم يا راس. لا تحكي لا تبتسم، كل ضحكة منا تدين يا أبا، ترى كل ضحكة منا تدين دين، كل ضحكة منا تدين يا أبو شريف حبيبي. حبيت تلميذ ابطار ابكم يا عذابي، من كثر ما روح الوجه ملان الجامي. حبيت تلميذ ابطار ابكم يا عذابي، من كثر ما روح الوجه تبان الجامي. روحوا لها والله إلي ما كفرت انتو هلي، روحوا لها والله إلي ما فارق انتو هالي. حبيت تلميذة طرفكم يا عمامي، حبيت حبابة طرفكم يا عمامي. حبيت تلميذة وشفيت كل الأذية، ليل ونهار على الدروب عيني رضية. حبيت تلميذة وشفيت كل الأذية، ليل ونهار على العقد عيني رضية. جزعت كل الطرف والروحة والجية، عجبت كل العقد والروحة والجية. كل ما يطول غيابها يكثر هيامي. حبيت تلميذ بطرفكم يا عمامي. ايوه يا حمزه. يا بوك يا علاوي. عادوني اهل الطرف ما قالوا
العطيه يدروني خايم وحيد بس البنيه عادوني اهل الطرف ما قالوا خطيه يدروني هايم وحيد بس البنيه وتشوفني متعذب ومتحن علي وتشوفني متلوي ومتحن علي أثناء يومي العصر وتشوفني لما تمر أثناء يومي العصر وتشوفني لما تمر سلامت ما ردت يا خلق الله سلامي حبيبتي الميزان تربطوني أمامي يعيش يعيش فؤاد جميل والمجتمع. حفلتنا هذه بتاريخ 12/6/78 يدروني هاي
عارف بس البنايه تشوفني متعذب ومسحن عليا تشوفني متعذب ومسحن عليا حبيبي فؤاد جميل تعيش ما اقدر اقول اكثر ما ظل حبيبي لا خلوق لا حيل يا ابو اسرائيل عمري انت والله حبيبي والله لا خلوق لا حيل يا حج صيف لا خلوق لا حيل حج إبراهيم حبيبي لا خلوق لا حيل ما ظل
ما بعد ظن مفرحين الشمات. اسمع يا زهير. الشمات مين كلها الشهودة يا محلمي لك عودة يا
الحمام نهودة لك بيض الحمام نهودة روح وياك مسلوبة يا رمان معقوبك يا رمان بدعوة من الحاج نصيف والحاج إبراهيم أبو المرحوم محمد الجنابي والأخوة الحاضرين في هذه المناسبة وهذه الأمسية وضيفنا الكريم من محافظة البصرة رحيم العبودي ومشرف على الحفلة الأخ نوري الوردة وجاسم وسعد والمجتمع أخوان الأعزاء نعيش هذه اللحظات وإننا بين أخوان الأعزاء لا تنسوا أننا بخدمتكم في هذه الأمسية مع صوت عبادي العماري في وصلة غنائية ريفية وبمناسبة ختان جاسم ابن الحاج نصيف
وجهين 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 وجهين.